تحدث البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسبانية مع زميله ليونيل ميسي نجم الباريسا بخصوص صفقة جديدة للنادي الملكي ريال مدريد الغريم التقليدي للبلوجرانا. وذكرت شبكة دياريو جول الإسبانية أن كوتينيو قال لميسيان ريال مدريد سيتعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي هاري كين عقب كأس العالم في روسيا 2018. ويرى البرازيلي أن كين سيترك فريقه الحالي توتنهام هوتسبر الإنجليزي للعب في صفوف ريال مدريد سواء فاز الريال بلقب دوري أبطال أوروبا أم لا. وتعب فلورنتينو بيريز رئيس الريال من رأس حربة الفريق الحالي كريم بنزيما وسيكون أول الراحلين عن الفريق فور التعاقد مع كين. وأشارت الشبكة إلى أن كين اتفق مع الريال على الرحيل للفريق الملكي براتب سنوي يصل إلى 23 مليون يورو فضلا عن قيمة كسر عقده تصل إلى مليار يورو.